برضاك يا خالقي، لا رغبتي ورضاي. برضاك يا خالقي، لا رغبتي ورضاي. خلقت صوتي هو يدك، صورت بقول بس الحاجات اللي في قلبي كده، وقلبي مليان فبنسى. بس فاكره عايزه حاجه صغيره كده، عشان احنا في مهرجان الفيلم وعندي اغنيه اسمها فيلم مصري. وفيلم مصري ده الافلام المصريه وصلت لي كل الثقافه المصريه. ولما جيت هنا ودخلت مشيت في الشوارع حسيت انه الافلام ما كسبتش. وشفت المصري بتاعي عامل ازاي وانا مش كده بالافلام من سفراء مصر الحقيقيين، يعني بالنسبه لي اللي انا بتكلم معاهم بسمعهم، الممثلين المخرجين السيناريست. فالاغنيه دي بتقول وكان يا سيدي يا ما كان في جديد هذا الزمان، فيلم ابيض في فيلم اسود، حدوته بيضة في حارة سودة، في ليلة بيضة فيها قلب مخبي حتة وحتة حتة 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 من فيلم مصري بتاع زمان. شكرا غالية بن علي، شكرا لأعضاء لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.